والآن مع كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي فليتفضل. مصر صنفت من كل المؤسسات الدولية كواحدة من الدول التي كانت أكثر تأثراً بهذه الأزمة العالمية الكبيرة. كان لابد أن الإنتاج بتاعنا والاقتصاد بتاعنا ينمو بمعدلات أسرع عشان يتوافق مع زيادة السكانية. أرجو أن أنتوا تبصوا على الكلام ده وتقولوا أن الكلام ده إمتى كان بيتقال؟ على دولة سنة 67. سنة 67. استمرار تلك الأوضاع كان حيؤدي حتماً إلى أخطار شديدة ينعكس أثرها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ومن هنا كانت استجابة الدولة لهذه التحديات في 2015. والحقيقة الدولة المصرية كان عندها في 2015 خيارين. إنها تمشي بسياسة الحلول الوسطية والمسكنات، وده كان هيبقى مبرر جدا في ظروف البلد كانت بتموج باضطرابات شديده، ولكن كان لدينا الخيار الاخر وهو الاصعب اللي قال عليه المفجر جمال حمدان، ان نقتحم وندخل ونضع حلول راديكاليه وجذريه لمشاكل بقى لها فوق ال 40 و50 سنه في مصر. وعلى الرغم من الزياده السكانيه اللي استمرت في العشر سنين من 2011 ل 21، واحنا زدنا 21 مليون نسمة في هذه الفترة اللي هي بتعادل حجم المواليد في 6 دول أوروبية كبرى، ولكن زيادة نصيب الفرد من الناتج ارتفع من حوالي 2700 دولار إلى ما يقرب ال 4000 دولار في العام 21. احنا حققنا أعلى معدلات تشغيل من 30 سنة، ونجحنا كدولة إن احنا نخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته، بالرغم إن قوة العمل زادت مع الزيادة السكانية. كنا 150% دين خارجي من الناتج المحلي، وبعد كده الرقم نزل وحافظنا عليه بقدر الإمكان كدولة، ويمكن آخر أرقام عندنا هو 34 أو 34.5 طبقا لآخر شهر عندنا في هذا الموضوع. أصدرنا قرار من مجلس الوزراء ان يبقى نظام الاراضي، تخصيص الاراضي الصناعه يبقى يا اما بالتملك يا اما بحق الانتفاع. تحديات فرضتها علينا الازمه العالميه، دول اللي بنقدر نقول عليهم الفوكس اللي عايزينه للخروج من الازمه على المدى القصير، نتحرك فيهم ازاي. هدفنا من هذا المؤتمر ان احنا ما نتجادلش على الماضي، ولكن الاهم ان احنا نحاول ان احنا نتفق معا على خريطه طريق واضحه لاهم قطاعات الاقتصاد المصري عشان تترجم لخطط تنفيذية تسهم في استمرار واستقرار دولتنا، وإنها تتبوأ مكانتها اللي تستحقها ضمن الدول المتقدمة إن شاء الله.